السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في دروس اللغة العربية. سنتعلم اليوم الأرقام. صفر، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، كم عدد الضفادع؟ خمسة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. كم عدد الكرات؟ ثلاثة، واحد، اثنان، ثلاثة. كم عدد السيارات؟ ثمانية، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية.